ونرجع لموضوع هام جدا بيهم اعتقد كلنا يهمنا كلنا كمصريين، وهي الجامعات الاهليه، وهي وليد جديد في المسيره التعليميه. اربع جامعات: جامعه الملك سلمان، جامعه العالمين الاليه، جامعه المنصوره الجديده، وبالطبع جامعه الجلاله. كيف ستؤثر هذه الجامعات الذكيه في المسيره التعليميه؟ اولا اهلا بحضرتك، ويعني اشكر حضرتك جدا على هذه الاستضافه في ماسبيرو. احنا بنشكر حضرتك. العفو يا فندم. الحقيقه التوجه السياسي واستراتيجيه الدوله خلال الفتره اللي فاتت كان لازم ان هي تتطرق الى جميع المستويات التعليميه وجميع النظم اللي موجوده في العالم. واستكمالا لمنظومه التعليم العالي في اختيار الجامعات، كان الى جانب الجامعات الحكوميه كان لازم والجامعات الخاصه التي تم انشائها منذ فتره، كان لازم يكون في استكمال لهذه المنظومه. فالجزء الرئيسي اللي هو ان شاء الله هيساعد على التنميه المستدامه وخلق الوظائف واستكمال العمليه التعليميه على اعلى مستوى عالمي، انشاء الجامعات الاهليه. فكان طبعا الجامعات الاهليه كان في جامعتين اوريدي او ثلاثه كانوا موجودين، اللي هي زي جامعه النيل وجامعه الجامعه اليابانيه وجامعه زويل والجامعه الفرنسيه. هذه جامعات كانت قائمه، لكن الدوله والحقيقه القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه قرروا من فتره ان هم، وطبعا بدوله رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انشاء نموذج جديد لاستكمال هذه المنظومة اللي هي منظومة التعليم العالي في مصر. فتم اتخاذ القرارات بإنشاء أربع جامعات، وإن شاء الله سوف يكون هناك توسع من خلال طبعا الوزارة في إنشاء جامعات أهلية أخرى. فتم اتخاذ القرار بإنشاء جامعات الجلالة والملك سلمان والعالمين الأهلية الدولية والمنصورة الجديدة. هذا النموذج الحقيقة مختلف عن النماذج القائمة، يعني استكمالا كمان للمنظومة تم إنشاء في الفترة السابقة اللي هي البرانش كامبسز، اللي هي الجامعات اللي هي فيها جامعات أجنبية موجودة على الأرض المصرية كبرانشز لها في جمهورية مصر العربية. فهنا استكمال لكل المنظومة الخاصة بالتعليم العالي ما بعد الثانوية العامة. في هذا الإطار أربع جامعات الأهلية اتخذ قرار بإنشائهم من حوالي أربع خمس سنوات، وكان هناك تحدي كبير جدا أن بأسرع وقت لازم ننشئ هذه الجامعات وفي أماكن مختلفة يعني. فتم اتخاذ القرارات السياسية في ذلك الوقت بأن هي تبقى في أماكن لإنشاء مجتمعات متكاملة. فهنا الفلسفة بتاعت أن الدولة بتنشئ استراتيجيا جامعات في أماكن لم تكن موجودة على الخريطة، يعني جامعة الجلالة هي في مدينة الجلالة اللي هي من خمس سنين كنا نسمع ان في حاجة اسمها طريق الجلالة بيشقوه علشان نروح الغردقة ونروح شرق القاهرة يعني كاختصار، لكن لم احد يعلم في ذلك الوقت ان هناك مدينة متكاملة عظيمة جدا على مساحة كبيرة جدا وفيها جامعة وفيها حي سكني وفيها يعني مراكز تجارية وفنادق على اعلى مستوى فيها. هذا كان تحدي عظيم جدا للدولة، والحقيقة حظي ان انا يعني تم اختياري ان انا اكون مسؤول عن استكمال هذا النجاح في منظومة جامعة الجلالة كقائم باعمال رئيس لهذه الجامعة العظيمة. جامعة الجلالة هي والجامعات الاهلية هي مبنية على كونسبت مبادئ انها تكون جامعات ذكية، يعني وتكون الخريج بتاعها ان هو يستطيع ان هو يلاقي وظيفة مباشرة بعد التخرج. يعني البرامج اللي موجودة فيها ثلاث سنوات مجموعة كبيرة حوالي 250 استاذ سواء من مصر او من خارج مصر، مصريين من الخارج شاركوا في وضع اللوائح لهذه البرامج للاربع جامعات الاهليه تحت قياده الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيره. الحقيقه هذا الشخصيه العظيمه جدا استطاع ان هو يكون فرق عمل في كل القطاعات المختلفه، قطاع العلوم الهندسيه، قطاع العلوم الطبيه، قطاع العلوم الانسانيه، وتم وضع اللوائح وتم مراجعة الرسومات الهندسية طبعا بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي عملت أعمال عظيمة جدا، والشركات الوطنية العظيمة اللي هي تمت تجهيز، وهيئة الشراء الموحد، يعني تضافر كامل لكل المنظومة الإدارية والسياسية والتنفيذية
من أجل استكمال هذه المشروعات العملاقة. احنا بنتكلم على مشروعات عملاقة فعلا كبيرة جدا، الى جزء منها الجامعات. وانا حسيت من حضرتك، انا فهمت من كلام حضرتك انه تم الاستعانة بخبرات اجنبية لها خبرات في هذا المجال ايضا. المصريين اللي موجودين بالخارج بناء على التوجيهات السياسية كان لازم ان احنا نتعامل معاهم وان هم يشاركوا في البنش ماركينج، ان احنا نشوف البرامج اللي موجودة عندنا والتطوير البرامج الموجودة برة، وان احنا نخلي البرامج بتاعتنا على المستوى العالمي بالتخصصات التنافسية عالميا وليست على السوق المحلي فقط. احنا الاستراتيجية كانت في وضع اللوائح للبرامج ان يكون في البرامج ذات صفة تنافسية على المستوى العالمي بالريفرنسز الدولية. هنا كان الرول بتاع بعض المصريين اللي في الخارج اللي هم شاركوا معانا في المراجعه لهذه اللوائح، لكن كل ده كان في اطار مصري. اغلب الاساتذه اللي موجودين اللي هم 200 250 واحد كلهم من الجامعات المصريه الحكوميه، وكلهم قادرين على ان هم يعني ينشئوا هذا المنظومه المتكامله. والحقيقه هنتكلم بعد شويه تاني على كيف ان احنا استفدنا على ارض الواقع بقى باستقطاب الأساتذة المصريين بالخارج اللي هم اللي يعني مش عاوز اقول ان هم اللي كانوا مهاجرين، ان هم جم ورجعوا عملوا ريلوكيتنج ذير لايف، رجعوا تاني واشتغلوا في مصر وبيقدموا يعني بيكملوا حلمهم ان هم يدوا العلم اللي هم اتعلموه للمصريين اللي هم اولادهم وتلامذتهم واخواتهم. ده شيء عظيم، لان لقوا ان بلدهم يعني بابها مفتوح ليهم وبتقدم لهم فرصة ان هم يستغلوا خبراتهم اللي اكتسبوها بالفعل. بالظبط، ولقوا نفس المستوى بالزبط اللي هو موجود بره. هيكون في كام كلية داخل الجامعات؟ الحقيقة جامعة الجلالة القرار الجمهوري بإنشائها فيها 14 كلية، منهم كل كليات القطاع الطبي، ممكن يعني كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، العلاج الطبيعي، كلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، كلية الصيدلة، ده كليات القطاع الطبي. في كليات الهندسة، في قطاع الهندسي الهندسة، وكلية العمارة، وكلية الذكاء الاصطناعي علوم وتكنولوجيا وعلوم وهندسة الحاسب، فيها برنامج اسمه البرنامج الذكاء الاصطناعي، وده برنامج هام جدا جدا، يعني كل حاجة دلوقتي في حياتنا شغاله بالارتفيشال انتليجنس، فدي برضو من الكليات الهامه قوي عندنا. الى جانب طبعا كليه العلوم، كليه العلوم المتقدمه دي هي الكور الساينس، هو الكور الرئيسي للبحث العلمي، القلب الرئيسي للمنظومه. فانت كليات الهندسه عندها بعض الحاجات بتتعلمها جوه كليه العلوم، كليات الطب وكليات القطاع الطبي بتتعلم جوه، حتى الكليات العلوم الانسانيه في بعض الحاجات ممكن تتعلمها برضو كلية العلوم. فكليات العلوم دي كليات لم تكن سابقا موجودة في القطاع الخاص، يعني قليل جدا اللي موجودين في القطاع الخاص وموجودين بمسميات مختلفة. يعني كلية البايوتكنولوجي احنا عندنا شعبة، لان يعني او برنامج لهذه التخصص، واحنا نتطرق للبرامج الهامة في المرحلة الثانية. عندنا 14 كلية، وعندنا القرار الجمهوري في انشاء اكاديمية الجلالة للعلوم، ودي حاجة استراتيجية جدا ان شاء الله في المرحلة القادمة. يعني مشروعين اضافة الى ال 14 كلية اللي موجودين، هيبقى في ان شاء الله اتخاذ القرار بوضع حجر الاساس لاكاديمية العلوم في جامعة الجلالة، ودي هتبقى النواة للبحث العلمي المتقدم في مصر باذن الله، نتمنى ذلك. طبعا الى جانب المستشفى الجامعي، المستشفى الجامعي هو تم انشاؤه بالفعل حوالي 400 سرير، وده هيخدم كمستشفى تعليمي الطلاب بتوع القطاع الطبي، الى جانب الحاجه اللي مهمه جدا انه هو هيخدم كل المنطقه في شرق يعني الجمهوريه من اول الغردقه لغايه قناه السويس، لان المستشفى مستشفى كبير جدا، وتم تشكيل لجان لوضع الخطط ان احنا ايه هي الماكسيمم يوتيلايزيشن، يعني هنستفيد بهذه المستشفى في هذا المكان بايه القدرات. طبعا هنا الرول بتاع المصريين اللي بالخارج كاستشاريين يجوا ويشتغلوا العمليات بتاعتهم، ويبقى فيه سياحه علاجيه، ويبقى فيه سنترز اوف اكسلنسي، يعني
مراكز يعني ذات طابع خاص متقدمة جدا لعلاج الأمراض يعني المستعصية وعلاج مثلا الأورام. طبعا هيبقى في مركز أورام موجود برضو فيها. احنا بنتكلم على تطور عالي جدا نتمنى ان احنا نوصل بيه لحاجة اسمها Precision Medicine اللي هو الطب للشخص، يعني العلاج شخصي، يعني كل بني آدم له جينز معينة وله قواعد معينة وله ريسبونسز معينة للعلاج. ده اسمه Precision Medicine، وده أعلى مستوى من التطور في العلوم الطبية في العالم. يعني إن شاء الله يعني في خلال الثلاث أربع سنوات اللي جايين هنقدر نكون عندنا كم من البحث العلمي من خلال الأكاديمية، عملية تعليمية منتظمة اوريدي بدأناها، إلى جانب المستشفى اللي هتقدم خدمات مجتمعية، وطبعا إلى جانب بقى الاستشارات مع الصناعات اللي حوالينا اللي هي كتير قوي. هو حلم بيتحقق الحقيقة، يعني اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو كنا بنسمع عنه ان هو موجود في العالم، فدلوقتي بنشوف ان هو بيتنفذ في مصر بأحدث الأساليب العلمية، سواء في أسلوب التفكير أو التعليم أو البناء والطب بشكل عام. وحضرتك تحدثت عن أيضا البحث العلمي، أنا حسيت إن إحنا هنا بنتكلم عن الطالب من وهو بيدرس، هو باحث خلاص بالزبط. بدأنا في مرحلة البحث العلمي بمجرد ما الطالب بدأ دراسة، هل ده صحيح؟ يعني بالزبط. أنا مش محتاج هنا إن أنا أفرق ما بين الطالب والجامعة من جانب والبحث العلمي من جانب آخر. هي منظومة متكاملة ما بين العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، دول الثلاث أطراف الرئيسيين للتعليم الجامعي. طيب الطالب، الجامعة مبنية على قواعد محددة جدا واستراتيجيات، ان الكور بتاعنا او الهدف الرئيسي ان هو الطالب. الطالب هو اللي بيقود العملية التعليمية في جامعة الجلالة. الطالب مش بس من التخصص بتاعه، يعني احنا بنركب دلوقتي المجموعات فرق العمل بحيث ان طالب الطب مع طالب العلاج الطبيعي مع طالب التمريض يستطيع، اللي هو فريق العمل اللي هو في الحقيقة هيعالج العيان. الهندسة كذلك، الارتفيشال انتليجنس، يعني الارتفيشال انتليجنس ابليكيشن اللي هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هي لها في برنامج اوريدي دلوقتي بنقومه، بنقول اللي هو الماينر بروجرامز ان شاء الله بنقدمها لجانب القطاع، ان هي ما بين التخصصات الهندسيه وبعض التخصصات الطبيه وبعض التخصصات العلوم الانسانيه، علشان نقدم برامج مهنيه ما بعد التخرج نقدر نبداها دلوقتي. وده الحقيقه توجيهات معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، ودي حاجه مهمه جدا. عودة مرة أخرى مع حضراتكم، يمكن من بداية البرنامج نوهنا عن زيارة السيد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة، وشفنا دلوقتي تقرير قد إيه بالفعل كل يعني شفناها على أرض الواقع ومشاهد حقيقية وواضحة قد إيه عاصمة هي ومشاريع عظيمة. والحقيقة الدكتور معانا هنا يعني ليه تعليق على هذه المشاريع، تفضل يا دكتور. الحقيقة يعني أولا شرف عظيم لكل مصري إن هو يشوف هذه الإنجازات العظيمة بتحصل في هذا الوقت القياسي. احنا بنتكلم في أربع خمس سنوات مدن بتنشأ وعاصمة جديدة بتنشأ وأشياء متكاملة لم تكن في الخيال أصلا إنها ممكن يعني تحدث. وهنا أحب برضو أوضح إن كل هذه المنظومة هناك استكمال للبناء في جميع المجالات، ليس الطرق. الطرق ده جزء بسيط جدا، هو الشريان للوصول الى المدن الجديدة. فالطرق بتشق بتوسع لبناء دولة مكتملة بعد 50 سنة ومئة سنة من دلوقتي، عشان الاجيال القادمة باذن الله تستطيع وتلاقي مكان انها تعيش فيه، لان هذا نهر النيل والوادي والمدن القائمة لن تستطيع ان هي تساع كل الشعب المصري بحريته وان هو يستطيع ان هو يبني فيها. فهذا التوسع في جميع انحاء مصر وانشاء مدن جديدة وعاصمة جديدة شيء الحقيقة انجاز رائع جدا، ويعني فعلا لم يكن ليحدث بدون الاستراتيجية الحقيقية على ارض الواقع وتنفيذية بكل القيادات وبكل المسؤولين في الدولة على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة. صحيح يا دكتور، وده يقودنا ويرجعنا للجامعات الأهلية، ويمكن من البداية نوهت ان هو يعني الجامعات الأهلية تمثل جيل جديد من الجامعات الذكية. تمام. ما علاقتها بالثورة الصناعية الرابعة؟ الحقيقة سوق العمل في الفترة اللي احنا فيها ده
اتفضل. سوق العمل في الفترة اللي احنا فيها ده هي بيتغير مع الايرا بتاعت الديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي. مثال اللي احنا فيه بتاع الكورونا، لكن هو التحول الرقمي ده موضوع اكبر من كورونا، دي جت عشان تسرع العملية. لكن التحول الرقمي في المؤسسات وتحولها الى مؤسسات ذكية عامة، الى جانب كان لازم يحصل مواكبة لذلك في العملية التعليمية، وده هو الهدف الاستراتيجي بتاع انشاء الجامعات الذكية، انها تدي خريج، الخريج قادر على التعامل في المجالات الجديدة اللي هي مسؤولة عن الثورة الصناعية الجديدة. فاحنا مجالات التكنولوجيا الحيوية، مجالات النانو تكنولوجي، مجالات الارتفيشال انتليجنس اللي هي الذكاء الاصطناعي، المجالات الطب المتقدم اللي زي ما انا كنت بأشير اليها في الاول، الاتصالات وانواعها، حتى الانتاج الاعلامي هيتغير في المرحلة القادمة. وطبعا كل ده لن يحدث من غير يعني انشاء برامج جديدة في العلوم الادارية. فانت عندك اللوجيستكس والسبلاي تشين بروجرام، وده برنامج قوي جدا موجود دلوقتي في جامعة الجلالة، والحقيقة عليه اقبال. الناس ابتدت تفهم ان الوظائف التقليدية ليست هي فقط هي وظائف المستقبل، هناك تغيير محوري في وظائف المستقبل، ومن اجل ذلك كان لازم انشاء كيانات تعليمية على مستوى التعليم العالي علشان تواكب هذه التغيرات اللي موجودة في العالم كله. جامعة الجلالة حتى في الكلية بتاع التكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية زي لما كنا بنتكلم من شوية، هناك تطور رهيب جدا في قصة الأطراف الصناعية، في برنامج عندنا للأطراف الصناعية، ده داخل فيه الارتفيشال انتليجنس، داخل فيه الماتيريال ساينسز، ودي موجودة في كلية الهندسة برنامج للماتيريال ساينسز اللي هي علوم المادة، وده متطورة جدا، يعني تصل إلى ما هو اسمه سوبر كوندكتورز في المستقبل. فدي فاحنا عندنا البرامج الخاصة بالجيو انفورماتكس اللي هي المعلومات الجغرافية، احنا كلنا دلوقتي شغالين على الجيو انفورماتكس من غير لما نحس. طب احنا هنفضل نبقى مستقبلين ولا هننشئ ونعلم ولاد ان هم يعملوا برامج وريادة اعمال انتربرينورشيب، ويعملوا البيزنس بتاعهم علشان هم يكبروا ويقدروا عندهم القدرة التنافسية في مصر وافريقيا والشرق الاوسط والعالم كله باذن الله. طبعا انا عقلي توقف عند جمله المنتج او الانتاج الاعلامي هيتغير في المرحله القادمه، ولازم نتكلم فيها بشكل اكبر، ولكن يعني هستاذن حضرتك والساده المشاهدين، هنشوف مع بعض تقرير عن حلقتنا النهارده وموضوعنا الجامعات الاهليه وجامعه الجلاله، وفي انتظار حضراتكم مره ثانيه. باتت الجامعات الأهلية الجديدة أحد الروافد التعليمية التي تحمل آمال الكثير من الطلاب الحاصلين على مرحلة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، لما تتضمنه من علوم وبرامج نظرية تتسم بالطابع الدولي الذي سيكون له من الأثر البالغ عليهم مستقبلا. الجامعات الأهلية الجديدة أربع جامعات. تهدف الجامعات الأهلية الجديدة إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والإفريقية من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليميا وعالميا. بنرجع مرة أخرى، وزي ما نوهنا قبل التقرير وإحنا بنتكلم عن المنتج الإعلامي الحديث هيكون إزاي، نتحدث أيضا عن البنية التحتية للجامعة يا دكتور. تمام. علشان نوصل للهدف الاستراتيجي بتاعنا إن هي تبقى جامعة ذكية، كان لازم إن إحنا جميع التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية تبقى برضو عندها القدرة على التواصل الذكي، يعني الكونكتيفيتي والكوميونيكيشن
ده أساسي. فجميع القاعات التعليمية اللي موجودة في جامعة الجلالة، في الكليات اللي احنا بدأنا فيها في المرحلة، احنا بدأنا في ال 14 كلية، 12 كلية منهم بحوالي 24 برنامج من ال 66 برنامج بدأ فعلا فيهم طلاب من يوم 17 أكتوبر، وخلصنا الفصل الدراسي في ظل جائحة كورونا بنجاح الحمد لله، لأن احنا كنا بادئين بليندد ليرنينج من الأول اللي هو التعليم الهجين بناء على إن هي جامعة ذكية. جميع القاعات التعليمية كلها في متوفر فيها اللي هي السمارت بوردز اللي هي الشاشات الذكية والكاميرات اللي بتستطيع ان هي تنقل العملية التعليمية ريموتلي. على فكرة هذه الاشياء محطوطة من ساعة تأسيس الجامعة، يعني من ساعة لما فكرنا ان احنا نعمل هذه الجامعة الذكية من خلال اللجنة اللي حطت المعايير وحطت المواصفات حطتها بالطريقة دهية، بصرف النظر عن ان هي في جائحة كورونا، لكن هذه الجامعات كانت قادرة على مواكبة هذه التغيرات بسرعة شديدة جدا، حيث أن هذه الأشياء موجودة already. وتغلبت على مجموعة كبيرة جدا من التحديات، أن أنت في جبل ولازم يوصل لك الإنترنت، فدي برضو من أقوى التحديات اللي موجودة. وإن شاء الله عندنا امتحان أونلاين للمجموعة الفصل الدراسي الثاني الأسبوع اللي جاي، يعني الامتحان هيبقى أونلاين من جامعة الجلالة بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله يا دكتور. في منح دراسية، إيه هي شروطها؟ وأيضا كيف تستطيع الجامعة أن تدير أموالها بحيث أنها تقدر تساهم في الجامعة في العملية التعليمية ككل؟ دي نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتيها. الجامعات الأهلية هي جامعات بمصروفات، لكن ليست هادفة للربح، هي غير هادفة للربح، لكن هادفة ان هي تحقق الاكتفاء الذاتي على مر الفترة الزمنية، طبعا بدعم من الحكومة في الاول لان استثمارات كبيرة جدا، لكن المفروض ان يبقى فيه كوست ريكفري، يعني اللي بيتحط دلوقتي يبقى يرجع تاني علشان تقدر تبقى فيه التنمية المستدامة. ده البيزنس موديل اللي هو موجود في هذه الجامعات. عشان نحدد ان احنا بنستطيع ان احنا نوصل للاهداف بتاعتنا، كانت الكليات اللي موجودة، كليات الطب وكليات الاسنان وكليات الهندسة والذكاء الاصطناعي، كلهم بنخلق العمل التنافسي. طب هنخلق العمل التنافسي ازاي؟ بالتعاون بالعلاقات الدولية. فإحنا عندنا شراكة بإذن الله في المراحل النهائية بتاعتها مع إحدى الجامعات الأمريكية المحترمة جدا والمتقدمة جدا في الرانكينج، خاصة في موضوع الانوفيشن اللي هو الابتكار، وده هيعمل نقلة نوعية في ما نحن حتى فيه من تقدم في العملية التعليمية. طبعا all student centered، يعني مركزين عن الطالب، هو بيقود العملية التعليمية مع أعضاء هيئة التدريس. جميع أعضاء هيئة التدريس الموجودين منتقى بصورة قوية جدا من خلال لجان كتير تمت يعني تشكيلها لاختيار القيادات المناسبة بالمفاهيم اللي هي بتطلع عملية تعليمية من خلال وسائل حديثة، اللي هي التيم بيز ليرنينج اللي هو التعليم من خلال فريق العمل، والبروبلم بيز ليرنينج اللي هو من خلال حل المشاكل، سواء في قطاع العلوم الهندسية أو العلوم الطبية أو العلوم الإنسانية. الحقيقة فندم يعني واحنا بنتكلم بنجد انه في هنا طالب ان شاء الله يعني هيكون طالب متميز بالفعل. دائما واحنا بنشاهد المشروعات التي تقام كنت دايما الواحد يفكر طب هي لازم يديرها عقليات خاصة جدا، فواضح ان بالفعل هناك اهتمام من خلال هذه الجامعات بما فيما بعد بالنسبة للطالب وسوق العمل والاحتياج اليه. ولكن ايضا بهذا الشكل، هل الاعداد ستكون كافية بالنسبة لحجم المشروعات القومية الحديثة والذكية ايضا التي تقام؟ تمام. جامعة الجلالة اول مجموعة من الطلاب اخذتهم في الفصل الدراسي الاول كان حوالي 1150 طالب في ال 12 كلية اللي بدأت فيها الدراسة، وفي 24 برنامج اللي هم بدأوا في الفصل الدراسي الأول. التارجت بتاعنا أو الهدف الاستراتيجي إن احنا في خلال السنوات القادمة الكامبس بتاع جامعة الجلالة اللي هو على 174 فدان تقريبا، إن شاء الله هذه الجامعة تستطيع احتواء ما يزيد عن 20,000 طالب. فال 20,000 طالب دول هو النواة للتقدم بإذن الله العلمي والتكنولوجي والبحثي، إلى جانب طبعا خريجين جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان والعالمين، وفي كمان
10 كليات تانيين أهلية في الطريق، بس دي مش مجالي إن أنا أتكلم فيهم دلوقتي، لأن إن شاء الله يعني معالي الوزير يوضح هذه الأشياء بوضوح أكتر لحضراتكم، لأن ودايما بيتكلم عنهم، لأن هي دي النقلة النوعية في التعليم العالي في مصر في المرحلة القادمة. ففعلا هنستطيع إن احنا نطلع مجموعة كبيرة وليست قليلة من الخريجين. أهم حاجة الجودة مش العدد، يعني الجودة في الخريج وقدرته على التنافس وان هو يلاقي وظيفة مباشرة حين يتخرج، دي هي الاهداف الاساسية ان احنا نقدر ان احنا نحققها باذن الله. الحقيقة الجامعة مش فقط لهذا المستوى العالي من التعليم، ولكن هناك اهتمام ايضا ودور للجامعة في تنمية البيئة المحيطة، وايضا لها دور سياحي في المنطقة، ده يعني شيء هام جدا. لا هو في كمان دور اللي هو النشاطات الطلابية. يعني احنا في خلال الفترة اللي فاتت اللي هي الوجيزة جدا، احنا بنتكلم في 4 شهور، الـ4 شهور احنا حقيقة مجموعة كبيرة جدا من النشاطات الطلابية ابتدت تحصل من خلال زيارات من مجموعات، يعني من اساتذة عظماء موجودين في مصر، ومن ناس لهم علاقة بالنشاطات الرياضية. اتعملت فعاليات في جامعة الجلالة قبل طبعا لما نوقف عشان الكورونا، لكن الفعاليات دي كان ليها امباكت قوي جدا، تأثير مباشر للطلاب. طيب ايه بقى خدمة المجتمع اللي هتقوم بيه الجامعة؟ هناك كل الكليات اللي موجودة في جامعة الجلالة والبرامج بتاعتها بدأنا فعلا بالفعل، يعني مثالا وهجاوبك على المنح بعد كده لان هي ليها علاقة، كلية العلوم تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية اللي هو البرنامج اللي هو بتاع الأطراف الصناعية، فعلا الطلاب راحوا المصنع في سنة أولى في جامعة الجلالة، راحوا المصنع للأطراف الصناعية. هذا المصنع إدى 5 وظائف للخريجين، يعني اللي هيتخرج ده 5 منهم هيشتغلوا أوتوماتيك، الأوائل هيشتغلوا على طول فين؟ في هذا المصنع. المصنع ده متقدم جدا، وهكذا مصنع كنوز للرخام. هناك خطة يعني بروتوكول بنقوم بكتابته دلوقتي للتنسيق مع الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، بحيث ان كلية الفنون الجميلة تستطيع التعامل اللي هي الفنون والتصميم، عندنا اسمها الفنون ارتس اند ديزاين، هتستطيع ان هي من خلال البروتوكول ده تشكل الرخام، ولهم اوريدي باع في ذلك من خلال القيادات اللي موجودين عندنا في منطقة الجلالة، لان انت مدينة الجلالة هي اكبر ثورة رخام موجود في مصر. صحيح. صحيح. المنح احنا طبعا بنشكر الرئيس لان هو ادى 100 منحة ونفذت هذه المنح لاوائل الثانوية العامة، واحنا عندنا من الطلاب بتوعنا 54 طالب واخدين منحة الرئيس. البنك الاهلي مقدم منح، ودول مجموعة في تخصصات محددة وشغالين على هذه المنح يعني من الجهات المختلفة، وان شاء الله نتوسع في ذلك. اكيد الحقيقة يعني مشروع مشرف لنا كلنا كمصريين، وشكل حضاري لمصر التي تستحق هذا الشكل بالفعل، هو تطوير عظيم في التعليم، وسنشهد بشكل أكبر نتائجه في المستقبل. ودائما الحقيقة بنستمتع وإحنا بنتحدث عن هذه المشاريع وهذا الشكل المستقبلي لمصر. في ختام اللقاء بشكر الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة وأستاذ الجراحة. شكرا يا دكتور، نورتنا وبالتوفيق دايما. الله يخليك يا فندم، ألف شكر لحضرتك وربنا يوفقنا جميعا. شكرا إن شاء الله. ومشاهدينا بنشكركم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد ولقاء جديد، والشارع مصر.